السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا وسهلا. الله اجرك. لنا ولكم ان شاء الله. انت من جاي؟ انا من بغداد. طيب، يعني جاي زائره لو شنو؟ والله هم زائره وهم اعلاميه، دا اغطي اعلاميه بقناه عربيه نيوز دوليه، اغطي احداث زياره الاربعينيه، بما انه زياره الاربعين هي رساله، يعني كل سنه احنا نبعثها لكل انحاء العالم دا يقتدون بهذا الموضوع. ما شاء الله، يعني شوف سبحان الله، زينب عليه السلام بكربلاء المقدسة كانت الإعلامية اللي نقلت الرسالة، والآن أنت تتأسين بالسيدة زينب، فشلون تنقلين هذا الرسالة؟ والله رسالة أنقلها لكل نساء العالم، إنه الكل يقتدون بحب الحسين، وباعتبار إنه حب الحسين رسالة تبدي بينا من الطفولة لحد ما نكبر، يعني تتوارى من جيل لجيل، ورسالة الحسين مبنية انه على المحبه، على التسامح، على توحيد كل المجاميع الاسلاميه. يعني رساله الامام الحسين، من نجي او مصيبه الامام الحسين عليه السلام، من نسولف بيها يعني نحكيها بالدارج عندنا، القلب يبكي قبل العين. اكيد. فاريد شعورك من تحكين بقضيه الامام الحسين. صراحة يعني أنا قضية الإمام الحسين كلش تثيرني عاطفيا، ويعني ما أقدر يعني أتحملها، يعني أنا هسه من دا تحكي وياي أنا يعني دموعي دا تطلع، يعني بصراحة يعني ما أقدر أتحملها، لأنه قضية مؤثرة وأثرت بكل أنحاء العالم وبكل الدول الإسلامية، والدليل على هذا أنه إحنا دا نشوف الحشود المليونية اللي كل من يعني من كل أنحاء العالم، من كل انحاء العالم دا تتوارى على حب الحسين وعلى ماشيين على هذا المنهج، وان شاء الله نبقى دائما مستمرين على هذا المنهج، وماكو احد يقدر يفرقنا ولا اكو احد يقدر يضعف هذه الثوره الحسينيه، بوجود كل الطيبين، بوجود كل الخيرين، بوجود كل اعلامنا، احنا باعتبارنا حاليا اعلام حسيني، اعلام حسيني، ودا نوصل هاي الرساله لكل انحاء العالم. انت ذكرتي انه احنا اعلام حسيني والحسين حق، مو صحيح؟ أكيد. فاليوم كونك إعلامية وتوصلين رسالة صادقة، شنو الرسائل الصادقة والمؤثرة جدا بيك اللي مستحيل يعني تروح أو تميل عن ذاكرتك بزيارة الأربعينية اللي واجهتي؟ الأشياء اللي واجهتها واللي مستحيل تروح من ذاكرتي هي دا أشوف الطفل يبكي على الحسين، ويجون يعني مشي اطفال بهذا الحر، يجون يعني ويا عوائلهم ويا اهلهم بهذا الحر وبهاي الاجواء، هذا كله بحب الحسين. اشوف يعني الناس اللي اعمارهم يعني كلش يعني كبار بالعمر، يعني على الاكازه دا يمشي وهو جاي يعني للحسين، يعني عجبه، ما هذا الحب، ما هذا الامام، ما هذا التاثير اللي خلف الامام يعني عبر هذه السنوات كلها من جيل الى جيل، يعني هذا تاثير يعني بين كل العالم، بحيث يعني ايش قد ما يردون يفرقونا ما قدروا، ايش قد ما يردون يضعفون ثوره الحسين ما قدروا، وان شاء الله متوحدين احنا شيعه وسنه ومسيح ويزيديين وكل دول العالم بحب الحسين، ومجمعنا كربلاء المقدسه، وشكرا جزيلا للقوات الامنيه اللي موجوده بكربلاء، ولا كافه يعني الناس اللي يشتغلون بالعتبات المقدسه لتسهيلهم مهماتنا الاعلاميه، توصيل رسالتنا للعالم ولكل القائمين على هذه الاجواء.